اليوم إيران لو أرادت أن تحول برنامجها وتنشئ قنبلة نووية سوف يستغرق من سنة إلى سنتين، ونستطيع أن نقوم بالأشياء الكثيرة. مع الكلام عن احتمالية إنتاج المملكة العربية السعودية للوقود النووي، عادت الذاكرة إلى عام 2018، إذ قال حينها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة لشبكة CBS الإخبارية إن السعودية لا ترغب في حيازة الأسلحة النووية، ولكن بدون شك إذا طورت إيران قنبلة نووية فسنحذو حذوها في أسرع وقت ممكن. وعلى ضوء ذلك خرج وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم بتصريح مفاجئ حول إنتاج السعودية للوقود النووي، فما القصة؟ قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن بلاده تعتزم استخدام مواردها المحلية من اليورانيوم في دورة إنتاج الوقود النووي الكاملة. ونقلت رويترز عن الوزير قوله إن عمليات التنقيب الأخيرة أظهرت وجود محفظة متنوعة من اليورانيوم في البلاد، وأشار إلى أن هذا الاستخدام يشمل إنتاج الكعكة الصفراء واليورانيوم منخفض التخصيب وتصنيع الوقود النووي وكذلك التصدير. وتقول السعودية إنها تريد أن تتطرق لمجال الطاقة النووية للأغراض السلمية بهدف تنويع مصادر الطاقة وحسب، لكنها لطالما أكدت نيتها تطوير سلاح نووي في حال امتلاك خصمها الإقليمي إيران هذا النوع من الأسلحة الفتاكة. ما سمعناه من الإيرانيين هو أنهم غير مهتمين ببرنامج أسلحة نووية، سيكون من المريح تصديق ذلك. والسعودية على خلاف مع إيران منذ عقود، حيث يخوض البلدان صراعات بالوكالة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى. وفي السياق تعجل المملكة بخطط لتطوير القدرة على توليد الطاقة النووية في إطار خطة إصلاح يقودها الأمير محمد تهدف للحد من اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.